صباح الخير لكل مشاهدي الام تي في وين ما عم بيحضرونا بلبنان وبكل انحاء العالم. اليوم بدايه الاسبوع ولكن كمان عيد القديس مارون. نحن اليوم هيك رح نترك له مساحه بام تي في الايف لحتى نتعرف اكثر على هالقديس اللي كان عنده تلاميذ كتار واتباع من كل انحاء العالم، لدرجه انه صار في من بعده هيك الطائفه المارونيه يلي اليوم رح نتعرف اكثر على كل هالخبايا، على كل هالتفاصيل بحياة القديس مارون مع الأب إميل هاني. وأنا عم حضر مع الأب إميل هاني قال لي جملة مهضومة كتير ومعبرة كتير عن الفرق بين الناس وبين الرب. قدي الناس بينسوا كل شيء منيح عاملين لهم ياهن انهار اللي بيشوفوا غلطة واحدة منا، بينما الرب بينسى كل شيء عاطل عاملينه بس مقابل توبة صادقة منا. فما بعرف قدي هالشي بيطبق علينا نحن كناس وقدي فينا نعيد النظر بهالشي لما نحن عن جد منفكر كبشر كناس دنيويين ومننسى كل شيء روحاني. صباح الخير أمين، صباح الخير ستيفاني. بونجور بونجور. بلشت تحضروا لفالنتاين بهالروج الحلو؟ أنا بلشت تحضر إيه لفالنتاين بهاللونات ولا سيقبت أخذني عويناتي كمان بطلت إيش على اليوم بدي وجه تحية لزميلنا مارون شديد. اليوم مر مارون والمارون الوحيد يلي معنا هو مارون شديد، والمخرج كمان عنا مارون بس اليوم عنا جوي معنا. نوجه لهم تحية وبعيدهم ولكل يلي اسمهم مارون اليوم عم بعيدوا من الأكيب. عنا اثنين أكيد لكل يلي عم بعيدوا ولكل يلي عم يشتغلوا مثلنا نهار عيد. شو أمين؟ أمين خلص قلت كل شيء خلاص. طب بس ما علقت على الجملة يلي قلتها أنا، دايما بتعلق على جملة أنت. أنا بعلق بس جملة مش مهضومة، هي حلوة معبرة كثير قد ما يعني بتشوف اليوم قديش نحن عنا مجال نكون على مثال حدا معين، ولكن نحن بنرفض نكون هذا الشيء. نحن بنكون على مثال بس مش القديسين ومش كلام الله، نحن عم نكون على مثال بعض يمكن بالاشياء اللي كثير سخيفة مادية. بقول استطرادا بقول مرشرب عليه السلام اللي هو كمان شيء كثير مهم، بتعرفي نحن شفيعنا كلنا، بقول شو ما بدك بشو بتتعلق اكثر شيء بتصير مثله. اذا بدك السما بتصير مثل السما، اذا بدك الارض بتصير مثل الارض. مشان هيك اليوم اذا بنفكر بالاشياء الماديه، اذا بدنا السياره وكل هدفنا السياره بركي بنصير مثل السياره. عم بحكي بنصير مثل السياره يعني بنصير حديد ما منعود بشر. اليوم الدين شيء مهم كثير ونحن عنا هالشانس كثير حلو. قديسينا عايشوا بيناتنا من هالارض الحلوه كثير لازم عنا حظ كبير على فكره وبالقديسين يلي يعني بعدهم عم بيعيشوا بيناتنا اليوم يعني نيالنا، ويا ريت هالشيء بخلينا نتمثل شوي فيهم. على كل انا وستيفاني اليوم عنا هيك لمحه سريعه عن حياه القديس مارون باب تو ديت، انا بشوفكم بعد شوي. مثل كل يوم بنبلش تقريرنا بمناطق لبنان، صرنا بالمتن وبقرب سان فالنتين. سالنا المواطنين مين كان اول حبيب او حبيبه لنكون، خلينا نشوف. بيان فلي ملاك سينتيا حلوة. ايه باني معها حلوة ما بها شي. كانوا كتير كتار ما بذكر مصرة يعني. طيب شاربل ناتايال ديزيري بعد ما حبيت جنين ران ناتايال ماري يومنا إنسان ما بيتكرر مثله كل الصفات الحلوة فيها. سميرة وجوزتها أوكي. أحلى شيء الواحد يبلش نهاره بالحب ما هيك؟ ويخلص نهاره بالحب كمان عطولي عطول. رح نبلش أخبار أب تو ديت لليوم، والخبر يلي الكل عم يحكوا فيه هو أسلحة أمريكية بقيمة 25 مليون دولار
للجيش اللبناني. التفاصيل هالخبر هو انه اشرف السفير الامريكي ديفيد هيل على تسليم مساعدات للجيش اللبناني بميناء بيروت بقيمة 25 مليون دولار عن طريق باخرة الشحن MV Advantage، وهالشي بحضور العميد مانويل كيريجيان نايب نايب رئيس أركان الجيش للتجهيز. وفسر هيل أنه هالشحنة بتتضمن 70 مدفع هاوتزر M198 وحوالي 86 مليون طلقة ذخيرة ومدفعية من مختلف العيارات. وقال ايضا انه هالأسلحة هي الافضل من نوعها، وهي بعدهم هلا عم يستعملوها بامريكا. نعم. وانه هن مبسوطين كثير انه وصلت لايدين الجيش اللبناني. التطور عندنا صار ما هيك، يا ريت يتطور مش بس وقال انه هالشيء هو تحديدا يلي بحاجه له الجيش اللبناني اليوم عن الدفاع، للدفاع عن كل هالقوات السيئه يلي عم بتكون عم بتحارب. سيرين عبد النور تتلقى ضربه قويه على وجهها، ضربه وحده اسقطت النجمه اللبنانيه سيرين عبد النور على الارض مباشره على الهواء اثناء غيامها بتمارين القوه مع مدربها، ولكن هذا الشيء صار بالغلط. خلينا نشوف الفيديو ونرجع منعلق. شيت حط اضرب. تلقت سيرين اللكمة عن غير قصد على وجهها، بس نوجعت كثير ونسمع صرختها يعني، ووقعت على الأرض. وكل يلي بحبه سيرين كثير عتلو همها، ولكن سيرين بحالة جيدة وبطلة صح وما بها شيء وبتصير يعني عن غير قصد. هيدا الشيء كمان ببين قد ايه الممثل أصيل وقد هو عم يلعب كل الأدوار الصعبة كمان ستيفاني. صح. رح ننتقل لخبر تاني. نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر لإيواء 8 أدار تأكيدها بأنه حزب الله ما رح يمشي أي رئيس من إيواء 14 أدار، ولا رح يرضى بأي رئيس غير معروف بتوجيهاته السياسية أو على عداء مع المقاومة، وهيدا الشيء مفروغ من أمره. وضحوا أنه الحزب ما بيقبل حالياً البحث بأي أسماء جديدة، ومتمسك برئيس تكتل التغيير والإصلاح النايب ميشيل عون، مرشح وحيد وواحد. وشددت المصادر على وجوب إتمام تفاهم محلي داخلي حول هالموضوع الرئاسي، وما ننطر تفاهمات خارجية لحتى ما يطول الأمر كتير. ومن جهة تانية رجحت أوساط ببيروت أنه يلتقي البطرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يلي موجود حاليا بالفاتيكان بكرة التنين، مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية الفرنسية جان فرانسوا جيرو. ونقلت الشرق الأوسط عن مصادر مسيحية مقربة كتير من البطريركية المارونية على أنه جيروس رح يسعى لحس البطريركية والبطريرك تحديدا والفرق اللبنانيين للعب دور أساسي بهالمرحلة، باعتبار أنه المعطيات الإقليمية منا مشجعة كتير، وبالتالي ما فينا نخرق الأزمة، وهالشي ما لازم يتم إلا من الداخل. يلا حلنا يكون عندنا رئيس جمهورية ان شاء الله قريبا جدا بعد كل هالنطرة يعني. نحن بانتظاره ان شاء الله. الله راد. انجبت سيدة امريكية مشاهدينا طف مولود وزنه 6.4 كيلو، يعني بعد عملية استمرت 18 ساعة، يمكن أطول عملية ولادة شهدتها الولايات المتحدة. 6.4 كيلو، والغريب أنه الأم ماكساندرا فورد ما كانت عارفة أنها حامل، يعني ما حست إلا بعد 35 أسبوع تقريبا بالشهر الثامن، لما حست أنه وزنها كتير عم بيزيد وعم تنصح. يعني هاي مش صايرة ابدا يعني، وبيبي بهالحجم يعني، ومش اول ولد لا
يعني كان عندها قبل أولاد، مش إنه لما يكون أول ولد الواحد بيقول إنه ما بيعرف كيف، بس ما بعرف شو كيف غريبة يعني ما حست أبداً، ولكن ولد الطفل وكلهم إنه بالمستشفى كتير كانوا تعجبوا إنه كيف 6 كيلو فاصلة 6.4 يعني كأنه عمره كيلو من القليلة 5-6 أشهر. نعم وعم بيقولوا إنه بيأكل كل ساعتين وبيأكل بكميات كتير كبيرة، أكيد حسب وزنه يعني كل واحد حسب وزنه بيأكل، ولكن الله يعيشه وهو بحالة جيدة، ولكن بعده بالمستشفى أكيد. عم بي يعني الحمد لله على سلامة الوالدة، والله يعيش الصبر المهضوم اللي شفنا له صور مبارح كمان على السوشيال ميديا. مين بده يشتري مشنقة صدام حسين؟ انعرضت انعرض هالحبل للمشنقة، يعني كتير بشعة الخبرية. ما بعرف انه كيف في ناس بيكونوا مرضى تعمل هذا الشيء. هالمشنقة يلي استخدمت لحكم الإعدام كان محتفظ فيها وزير الداخلية العراقي السابق موفق الربيعي يلي تعرض للتعذيب 3 مرات من قبل نظام صدام، من شان هيك عنده هالحقد يمكن تجاهه. وبدها تنعرض بمزاد علني رح يبلش ب$7 مليون. وذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية أنه 2 من رجال الأعمال الكويتيين وعائلة إسرائيلية مرتاحة ومصرف ومؤسسة دينية إيرانية مهتمين بها الموضوع، وهالشي اللي بيزيد قيمة هالحبل وبتعلى الأسعار بالمزاد العلني. ولكن عم بيقولوا أنه هالمال اللي رح يتجمع من هالمزاد العلني أو من بيع حبل هالمشنقة رح يروح لخزينة الدولة لاستعماله للمصلحة العامة، ووفق ما قاله الناشط بمجال حقوق الإنسان أحمد سعيد. Today speak بدنا نشوف الصورة، صورة لكاتدرائية مرمرون بكيبيك. حلوة كتير الصورة، روعة. نرجع منشوف الكوت of the day. In the end, we only regret the chances we didn't take. أكيد نتأسف على القصص يلي ما استفدنا منها بالحياة أوقات، وأوقات منقول خير ما عملنا هيدا الشيء، وأوقات نتأسف. يعني الإنسان دايما لازم يلقط الفرصة لحتى ما يندم عليها بعدين وما ينطر. يعني أوقات عن جد ما لازم ننطر، لأنه أوقات الفرصة دغري بتطير من إيدنا من فلما منحس، ولازم نلحق كمان أوقات شعورنا ستيفاني أنه لما منحس أنه هالشغلة منعوزة أو هالشغلة ممكن تفيدنا، خلينا نتلقط فيها دايما بتصير. رح نعطي لمحة سريعة عن حياة القديس مارون من دون ما كتير نفوت بالتفاصيل، لأن رح نرجع نشوفهم بفاميلي اليوم. بدي هيك ذكر أنه القديس مارون هو راهب ناسك طبعاً، أرامي العرق وسرياني اللغة. نشأ بمدينة قرش بشمال شرق أنطاكيا يلي هي تركيا اليوم، واختار القديس مارون أمي بضواحي هالمنطقة على نحو 800 متر. ما كان بده يشوف الناس، كان عايش بهيكل وثني قديم لتكريم الشياطين، وكأنه كان بده يعمل هيك هالردة فعل العكسية، ما كان فيها أبداً سكان. ولكن الغريب بالموضوع والقوي بهالقصة أنه كانوا يلحقون ناس وين ما كان يروح، وهو كان يعيش بالطبيعة، ما بده شيء، ما عنده شيء، ولا تياب ولا أي شيء، يعني أنجأ بس هالأشياء اللي عايزها ليعيش فقط. فكانت تلحقوا الناس من كل أنحاء العالم، ورجع نقل على مكان تاني. كمان يلي معروف عن القديس مارون، وهيدا الشيء مش صاير إلا معه، أنه كان القديس الوحيد يلي ممكن يشفي الناس هو عايش. عادة بتصير العجيب من بعد ما يتوفى القديس، مارون كان يقدر يشفي الناس هو وعايش. يمكن من شان هيك هالقد كان في إيمان كبير لإله، وكانوا يلحقوه الكل، كان يشفي أمراض الجسد وأمراض النفس، ويوعظ الناس وينهيهم عن الأمور السيئة والمحرمات لحتى يقدر يزرع فيهم أكثر ما فيه بذور
كثير الإيمان والتقوى وتأثر في كل الناس كتر كثير صيته بالأمبراطورية البيزنطية اللي كانت عم بتسيطر على الشرق كله بوقتها. ويعني هالشي كان ظاهرة بوقتها أكيد لحقوه إن كان بحياته ولا بمماته ستيفاني. نرجع من حي لكل يلي اسمهم مارون اليوم ومنعيدكم ومنعيد كل اللبنانية. وخلينا نحكي عن الطقس، غائم جزئيا إلى غائم مع ريح ناشطة وأمطار متفرقة اليوم وثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق. هل كم يوم في شتاء؟ ناطرين العاصفة تأخرت يومين. العاصفة شو سموه؟ يوهان. يوهان بتعرفي هذا الاسم؟ ابني اسمه يوهان. بس انه دائما العاصفة بما انه مؤنث بسموها اسامي بنات، هالمرة ليش اسم صبي؟ ولكن يوهان وراغان رح يصير مشهور. اكيد تذكير سريع بتواصل معنا على صفحة فيسبوك لكل الافكار اللي ممكن يتشاركوا فينا، أسئلة طلبات صح. كمان ممكن تطلبوها منا مشاهدينا، وخدمة ريبلاي لكل شيء أفايتوا ما قدرتوا تحكوا معنا في تحضروا. أكيد فيهم يجوا يطبخوا معنا بكوكينج، وكمان في مع ريتا لما ريلوكينج، لكن ناطرينكم. يلا مشاهدينا وقفة عم بيقولولنا بتكونوا مع أوتوفوكس. يلا